من منكما سيبدأ بالكلام أولا؟ أنا يا مولاي جئتكم بنفسي محملا بالذهب والماس واللآل لكي أبارك لكم نصركم على المستعصم ودخولكم بغداد. سئمت الجواهر والمال، صار لدي الكثير بعد أن أعدمنا المستعصم. جئتكم يا مولاي هولاكو كي أقدم أسمى آيات الطاعة والولاء، وفوق كل هذا أوصيت بصنع هدية لكم لا مثيل لها في العالم ولا تليق بسواكم. ما هذا أيها الأحمق؟ أتهديني خفاً؟ هل تراني حافية؟ انظروا إليه بإمعان يا مولاي، تأملوه وسترون صورتي مرسومة عليه، ويشرفني مولاي هولاكو بالدوس عليها. إنه يشبهك.